مادون على المستوى الثاني النصر واحد في جامعه تراب ولاد صالح. صاحب المشروع بطبيعه الحال هو وزاره الصحه. هدف المشروع هو تقليل الفوارق المجاليه والاجتماعيه في المجال الصحي، تقريب الخدمات الصحيه الاساسيه للمساكنه، تعزيز العرض الصحي، الرقي بالخدمات الصحيه، تحسين ظروف العمل في مهني الصحه، كذلك الخدمات المقدمه. هناك العنايه بالامراض المزمنه كداء السكري والضغط الدموي، بالاضافه الى صحه الام والطفل، البرنامج الوطني لتلقيح التمريع، كذلك الصحه المدرسيه، الفحص، العلاج، الفحوصات الطبيه والشبه الطبيه، الكشف والعلاج وتطبيق مرضى الكوفيد، التوعيه الصحيه، الشرطه الطبيه، وكذلك الساكنه اللي غتستافد 30,000 ديال الساكنه. الموارد البشريه هناك 7 ديال الموظفين، 4 ديال الاطباء، و3 ديال الممرضين. السيد الوزير بسم الله. هذيك مليون صلبه كيجي المريض راه تابعه طبيه صحيه، يعني غتولي كيدير مداخل. اذا خاصنا هذا السيستم هذا يكون كيخرج واحد لا فاكتور، خاصني هنايا يكونوا دي كيسي اللي كيديروا لي فاكتور، لا فاكتوراسيون ديال لي زاكت كو سوا لا كونسلطاسيون ولا لو جيست. هذا السيستم هذا غيتعامل مع لو سيستم ديال سي ان اس اس باش نتوما غتعرفوا النوعيه ديال هذا المنخرط، واش هو داخل بشكل قارص. نهضروا على لاميت، انا نقول لك نهضروا على لامو سوليدير، واش تابع لامو سوليدير ولا تابع لامو كلاسيك. المركز الثاني، المركز الثاني اليوم واش ممكن تقول على المركز اللي احنا انا تنشوف الحمد لله بان السياسه ديال صاحب الجلاله الحمد لله انه التوجيهات ديالو حثت على سياسه القرب، فهذا مركز غادي يقدم خدمات ديال القرب. اليوم 30,000 نسمه وهي قابله لهذه المنطقه الازدياد ديال السكان، فبالتالي يمكن لها توصل حتى ل 200,000 نسمه. اليوم هذا عنده القدره باش يقدم هذه الخدمات وعنده قدره كذلك للتوسعه، فبالتالي كيف كتشوف الزياره انه كيتوفر على جميع المؤهلات باش يقدم جميع الخدمات. سياسه القرب كتقتصر على ان المواطن المغربي نجيبوا ليه الخدمات، ماشي هو اللي بدا يقلب على الخدمات، وهذا علاش درنا الرقمنه. وغادي يكون واحد البرنامج طبي متحرك لجميع الاطباء ديال الاختصاصات كلهم يجيو يقدموا الخدمات للمواطن هنا بدون ذاك التكلف وذاك العناء ديال التنقل. فهذا هو السياسه اللي حث عليها صاحب الجلاله واللي صادق عليها في القانون الاطار في المجلس الوزاري الاخير. شكرا. ان شاء الله مستشفى بوشكوره، مستشفى بوشكوره ان شاء الله غادي يحل ويقدم الخدمات المتعدده، يكون متعدد الخدمات ان شاء الله. اليوم عرفت تدشين حضور السيد الوزير الصحه والحمايه الاجتماعيه والسيد العامل، تدشين الطابق الاول، لان كان في تقريبا شي شهرين باش تدشن الطابق السفلي. الطابق الثاني اللي فيه واحد عدد التخصصات مخصصا وخاصه طب الاسنان اللي كان كيتفتقر ليه هذا المركز، وهاد الساكنه اللي كان عندهم واحد الطلبات ملحه من اجل افتتاح هذا المركز اللي كيستوعب طلبات الساكنه اللي توافدوا على هذا الحي. وهذا المرفق كان مطلب ملح ديال الساكنه ديال النصر، اللي الحمد لله بعد عده اجتماعات هو الحمد لله غيفتح امام الساكنه ويقدم الخدمات ديالو اللي ان شاء الله بغيناها تكون في المستوى. والحمد لله تنمركز البنايه ديالو الماتيريال اللي فيه الحمد لله راه في المستوى اللي ان شاء الله غيكون عند حسن ظن الساكنه.